ومعنا هاتفيا من اسطنبول السيد حسين السبعوي الباحث العراقي. مرحبا بك سيد حسين. بسط حديث نواب في البرلمان عن الفساد في تراخيص حقول النفط الجديدة، إلى أي مدى أصاب الفساد هذا القطاع المهم في العراق؟ يعني هذا الفساد أصيب منذ عام 2003 إلى الآن، خصوصا قطاع النفط. ثبت أنه كثير من قيادات الأحزاب الدينية المتنفذة في الحكومة العراقية كانت تسرق النفط وتقربه، وهذا معلوم سواء باتجاه إيران وأغفص منهم باتجاه إقليم كردستان. فتهريب النفط وسرقة النفط هذا معلوم يعني وليس سرا في الساحة العراقية، وعلما أن النفط هو المصدر الرئيسي والوحيد للاقتصاد العراقي. فضرب النفط وسرقة النفط معناها ضرب الاقتصاد العراقي كاملا، فتعتبر هذه من الجرائم المنظمة، ليس من الجرائم العادية. في بلد غني بالبترول كالعراق، إلى ما ترجع ضعف الخدمات ومستوى المعيشة في العراق، والعراق يشهد يعني حرمان مناطق كاملة من الكهرباء والخدمات الأخرى؟ يعني ضعف الخدمات وضعف المعيشة وسوء المعيشة اللي موجودة في العراق، طبعا هو بالتأكيد السبب الأول هو الفساد، ثم الفساد وصل في العراق على أعلى مستوى الهرم في الدولة إلى أدنى مستوى. يعني اليوم المديريات والوزارات من الفراش إلى أعلى مستوى الغالبية فاسدة، فبالتالي الفساد هو مصدر من مصادر الفقر والبؤس، لأنه كل أموال الحرام وحقوق الناس تذهب إلى جيوب الفاسدين. هذا واحد. ثانيا غياب التنمية وغياب التنظيم غياب التنمية وغياب التخطيط لموارد العراق. اليوم الموارد العراق لم تذهب إلى البناء ولا الاستثمار وإلى غيره. أخي رأس المال ما يطلق عليه الاقتصاديين رأس المال هو رأس مال جبان، فإذا بيئة غير آمنة كيف راح يكون هناك استثمار، وكيف راح يكون هناك أصحاب شركات تعمل وتأخذ يعني راحتها بالعمل وتكون آمنة مطمئنة؟ رأس المال جبان، لا يستطيع عبر رأس المال أن يأتي إلى العراق ويعمل. فسببه الفساد وسببه فقدان الأمن وسببه جرائم المنظمة. نعم. طيب، لجنة الخدمات النيابية وصفت مؤتمر الكويت بالفاشل، ما أسباب هذا الإخفاق؟ يعني أسباب هذا الإخفاق أولا يعني من وجهة نظرهم فاشل، لأنه المبلغ الذي جمع لا يكفي. طيب إحنا نقول كالآتي، من الجهة المؤتمنة التي ستساهم فيها الجهات المانحة؟ من الجهة التي تأمنها؟ اليوم إن دخلت الشركات تعمل بنفسها قالوا هذه مس السيادة، وإن سلمت الأموال إلى الأشخاص المعنيين سرقت هذه الأموال. فبالتالي قضية العراق قضية معقدة، ولا يستطيع بناء المدن المدمرة خلال هذه السنوات، وليس خلال سنة، خلال سنوات عديدة. دول كبرى ما استطعت أن تبني مدن، يعني مدينة ستالينغراد التي دمرت عام في الحرب العالمية الثانية ومع مكارة الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة ودول الحلفاء معه، 10 سنوات طولت بناء مدينة ستالينغراد. اليوم من يستطيع أن يبني مدينة المصر خلال سنة وسنتين وهذه الوعود الكاذبة؟ أما فشل المؤتمر، من الجهة الأمينة التي سلم إليها المال؟ ما توجد. طيب من أصحاب الشركات الذي يستطيع أن يعمل على نفسه ويعمل ويخدم هذا البلد؟ الجواب لا، فقدان الأمن لا يستطيع، يخطفوه ويعملون بمشاكل. فبالتالي يا سيدي مشكلة العراق مشكلة معقدة ومركبة، فسادها من على الهرم إلى أدنى مستوى وصل الفساد وانتشر وأصبح داء مزمن. وهذا ما دعا اللجنة القانونية النيابية في تقريرها أن تؤكد أن حجم الفساد المالي بلغ 500 مليار دولار منذ عام 2003. ما دور هذه الأجهزة الرقابية في العراق مع هذه التصريحات؟ يعني عندما يظهر نائب بالبرلمان وعضو بلجنة النزاهة ويقول نحن سراق، كيف انا يعني هذا الامر لا يحتاج بعد لا تشخيص ولا تحليل ولا فلسفه ولا كل شيء. نائب برلماني يظهر على شاشات التلفزيون ويقول نحن مجموعه سراق، يعني هل الامر بعد يحتاج الى تحليل ويحتاج الى تعقيد وفلسفه وكذا؟ هذا النائب لو كان يدرك ان هناك قانون سيحاسبه ما تجرى على الاعتراف على التلفاز وعلى وسائل الاعلام، وهذا هو تحدي وليس اعترافا. فبالتالي يا سيدي أنه الفساد أصبح طامة كبرى من جميع المؤسسات داخل الدولة العراقية. تصريح إياد علاوي بأن غرق المناطق الواسعة من بغداد وباقي المحافظات يكشف الخلل المتكرر، يعني ما علاقة هذا التصريح بالعملية الانتخابية برأيك؟
يعني الدكتور اياد علاوي انتخب من 2003، لم تمر دورة انتخابية إلا وينتخب وينتخب بمئات الآلاف من الأصوات، لكن للأسف جميع هذه الأصوات تهدر لأنه لا يستطيع القيام بأي عمل أمام هذه الأصوات أو يوفي بالوعود التي يوعدوها أمام ناخبيه. يعني في كل انتخابات يمر أقل أكثر من 200 ألف صوت يحصل الدكتور اياد علاوي. فاز الدكتور اياد علاوي في الانتخابات ولم يستطع يشكل حكومه، فاعتقد هذا التصريح لا قيمه له، وخصوصا هو جزء من الكابينه الحكوميه وهو نائب رئيس جمهوريه. طيب هل هو محلل ام هو شخص رقابي؟ هو شخص مسؤول من جهه تنفيذيه ونائب رئيس جمهوريه، يشكو لمن؟ يشكو لنا نحن ولا احنا الجهه التنفيذيه؟ جواب لا. فبالتالي لا يعد هذا التصريح اكثر من هو دعايه انتخابيه. اشكرك الشكر الجزيل. هاتفيا من اسطنبول الباحث العراقي حسين السبعاوي.